يقضي حوائجه بالكتمان لا يظهرها. هل قلنا لأن صاحب إيه صاحب النعمة محسود، فلا تقول أنا كذا ولدي تفوق ولدي ما شاء الله وتحط له حفلة وتصور فيه وتدز وتتفاخر. أنا سعيدة مع زوجي أنا سعيد مع أهلي الله يفتح لك أنا نجحت أنا كذا أنا حصلت مدير أنا متزوج إيه فصاحب النعمة اكتب 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 كثر ما فيك حتى لا تشر الناس ما ترحم الله.